عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد الجديد من إضاءات ثقافية. حديثنا اليوم سيكون عن ملتقى من تنظيم وزارة الثقافة والفنون ورعاية تحت الرعاية السامية للوزير الأول. الملتقى هو المقاومة الثقافية في الجزائر خلال الثورة التحريرية. هذا الملتقى الذي كان في الخامس والسادس من هذا الشهر، أمه جاءه من الوطن العربي عدد كبير من الدكاترة والباحثين ومن إفريقيا وكذلك من دول صديقة في أوروبا. اليوم إذن سنتحدث عن هذا الملتقى، ونحن نعيش في هذه الأيام اليوم الوطني للفنان، ونعيش ذكرى 60 للاستقلال، وهي المناسبة التي اختارتها وزارة الثقافة من أجل أن يكون هذا الملتقى. معنا لإثراء هذا النقاش دكتوران، الأول أستاذ هو عبد القادر نطور من جامعة سكيكدا، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا. أستاذ عبد القادر نطور شارك في الملتقى، وعندنا مشارك ثاني هو الأستاذ بالقاسم مالكية. أستاذ بالقاسم مالكية، أنت أستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة المدرسة العليا للأساتذة بورقة، أهلا وسهلا بكما. الحقيقة أن المحاور كثيرة وثرية، تناولت العديد من المحاور، حتى رضا كان كبير على هذه المساحات التي وصلتها المداخلات. ولأن الأستاذ نطور اختصاصه هو أدب شعبي، وكانت مداخلته بالأغنية الشعبية في أثناء الاحتلال أثناء الثورة التحريرية وكيف ساندت ثورتنا، سؤالي الأول ونحن نحاول أن نلمس المساحات هذه، كيف لعبت الأغنية الشعبية الدور الكبير في مساندة الثورة والتعريف بها؟ شكرا على هذا السؤال. أولا في البداية، يعني ككل أدب الشعبي ككل قد لعب دورا فعالا في إطراء وفي وصف وفي تسجيل كل الأحداث التي عرفتها الثورة الجزائرية. الأغنية الشعبية كانت بمثابة توعية الجماهير الشعبية بحول الالتفاف حول هذه الثورة، كذلك سجلت كانت بمثابة وثيقة رسمية تاريخية لتسجيل معارك الثورة. أيضا الأغنية الشعبية لعبت دور إعلامي، حيث كانت مثلا إذا أراد المجاهدين توصيل مثلا أي خبر من مكان بعيد تذهب امرأة وتغني أغنية شعبية ضمنها تلك الرسالة، فتغنيها مثلا في جبال القل في المساء، تكون هذه الرسالة قد وصلت إلى جبال جرجرة أو جبال الأوراس أو إلى وهران في نفس اليوم. يعني كانت الأغنية يعني كالنار في الهشيم تنتشر بسرعة في أوساط المجاهدين أثناء الثورة التحريرية. كذلك سجلت مآثر الثورة الأبطال، حتى أنها أيضا تكشف الخونة أيضا والمعارك التي عرفتها مناطق الوطن. فالأغنية الشعبية كانت ولا تزال تلعب الدور الفعال في كل الأحداث الوطنية، حتى قال عنها الأستاذ الباحث مصطفى الأشرف أن الأغنية الشعبية هي بمثابة يعني بمثابة وثيقة رسمية نستطيع أن نعتمد عليها في تسجيل بعض الأحداث. كذلك فانون قال أن المرأة هي قناة أساسية لحفظ هذه الأغاني الشعبية، والبشير الإبراهيمي أيضا يعترف بقيمة هذه الأغاني الشعبية ويقول بأن الأغنية الشعبية هي حافظت على الثقافة الوطنية الأصلية الأصيلة. فإذا أن الأغنية الشعبية هي كانت لعبت أدوار كثيرة سواء على البعد الوطني أو البعد الاجتماعي أو الأبعاد الأخرى.
فمثلا عندما كان حتى احد الفرنسيين الضباط الفرنسيين لما جاءوا المحتلين قال اننا لم نحتل مدينه او قريه الا وسمعنا اغاني حول هذا الحدث. مثلا كل ما ياتي الفرنسيين الى قريه ما هنا المرأة تبدأ تغني أغاني حول الأحداث التي تقوم هناك من طرف هؤلاء الاستعمار. وهناك أغاني وخاصة ونحن الآن على أبواب لإحياء الذكرى ليوم الفنان وعلي معاشي كان أول شهيد في أعدمته فرنسا بسبب الأغاني، لأن يعني الأغاني كانت أغانيه أكثر قوة وأكثر فتكا من السلاح التقليدي مثلا، فكان له تأثير كبير في الوجدان الجمعي. حتى أن نجد مثلا الأغنية الشعبية في كل المقاومات الانتفاضات سجلت كل الانتفاضات. احنا مثلا نجد هنا عندنا مثلا انتفاضة ابتداء انتفاضة الأمير عبد القادر إلى انتفاضة بومعزة، مقاومة بومعزة للا فاطمة نسومر، إلى مثلا قبائل الشرق في الشرق مثلا بناحية بجاية، حتى مقاومة غرب التلمسان والحضنة ومقاومة محمد بن التومي في الصحراء، وكذلك مقاومة سوق هراس بقيادة قبيلة الحشاشنة، وكذلك انتفاضة كبيرة كانت بمليانة، إلى جانب الانتفاضات الأخرى بمعسكر وانتفاضة الأوراس وانتفاضة أو مقاومة سيزغدود بناحية سكيكدا، إلى جانب طبعا هذه الانتفاضة التي وصلت إلى الانتفاضة الكبرى ل 8 ماي 45 واندلاع الثورة التحريرية. كل هذه الانتفاضات وهذه المقاومات وهذه الأحداث نجدها مسجلة بصدق وبموضوعية في الأغاني الشعبية، وعلى هذا حبذا لو ندرس هذه الأغاني الشعبية ونوثقها، لأنها طبعا لم تكن تاريخ ولكنها يعني ذاكرة أمة، يعني ذاكرة أمة، فيجب علينا أن نسجل هذه الأغاني. فإذا مثلا الآن توفى مثلا رجل أو امرأة يحفظ الأغاني فإنها كأنها مكتبة حرقت يعني. صحيح. وعلى هذا يعني حبذا لو تقوم مثلا المؤسسات والهيئات وخاصة الإعلام بجمع هذا المأثور الشعبي وهذا الكنز الثمين جدا. ونحن نحاول أن نصل إلى كما قلت المحاضرات والمواضيع التي تناولها الباحثون في هذا الملتقى. عندي جانب آخر هو الشعر الفصيح. الشعر الفصيح أيضا صحيح ولا يملك الشحنة العاطفية التي يتمتع بها الشعر الشعبي مثلا، ولكن استطاع الشعر الفصيح في الجزائر أن يحرك الوجدان ويرفع الهمم. نعم، لعلي أبدأ من أن عبقرية الثورة الجزائرية تكمن في أنها وظفت كل الأدوات التي كانت متاحة أمامها من أجل الوصول إلى تحقيق الاستقلال. لم تكتفي بالعمل العسكري، بل استغلت العمل الدبلوماسي والسياسي والرياضي والفني والمسرح والسينما والإعلام والمهرجانات، كل شيء استغلته الثورة وجندته. ونحن الآن يجب أن نكون في مستوى هذا الإنجاز التاريخي للثورة الجزائرية بما نتابعه من كتابات وغيرها، ومن بينه الشعر العربي بالفصحى أو بالدارجة أو بالأمازيغية كذلك، لأن جندت كل اللغات. الجزائري استعمل الفرنسية ضد فرنسا، واستعمل الأمازيغية، واستعمل العربية الفصحى، واستعمل الدارجة، يعني جند كل ما أمكنه أن يجنده من أجل أنه يحقق الاستقلال ويهزم الاستعمار الفرنسي في الجزائر. وأنا ركزت في المحاضرة حول المجاهد والدبلوماسي والشاعر الطيب معاش. هذا الشخص قبل الثورة وهو شاب صغير كان ينشر قصائد في جريدة البصائر، يندد بالاستعمار ويدعو إلى الانتفاضة قبل الثورة. فلما جاءت الثورة التحق بالجبال، فكان مجاهدا بالسلاح ومجاهدا بالقصيدة. وهنا كسر فكرة أن الشاعر يعيش في برج عاجي ولا يعيش إلا في مثلا الغزل والخيال والرومانسية، بل كان يكتب التاريخ بالرصاصة والكلمة، وأصبحت الكلمة والرصاصة يتبادلان الدور. ومن ثم على الرغم من أن ربما المستوى الجمالي أو الفني كان يعني أقل،
إلا أن هذا الشعر استطاع أن ينقل التجربة الإنسانية العظيمة للشعب الجزائري في مواجهة الاستعمار، كيف كان الناس يموتون وهم يعني يقبلون على الموت بسرور وفرح، وكانت الأم تزغرت وأبنها يموت أمامها، هذه كلها عبر عنها الشاعر، وكذلك نقل هذه الطاقة الإيجابية إلى الشعب الجزائري وحثه على الجهاد وعلى الصبر وعلى الدفاع، لأن في الأخير أما أن تعيش حرا كريما أو تموت عزيزا، أما أن تعيش في الوسط لا كريما ولا عزيزا فأنت هنا تفقد قيمتك الإنسانية. ولذلك الشاعر مفدي زكريا كذلك، يعني حتى مرة أن أحد الباحثين قال لي إن نشيدكم الوطني عنيف، قلت له إنها كتب في السجن، كان مفدي زكريا يرى أصدقائه يساقون إلى المقصلة، فلا يمكن أن تكون القصيدة رومانسية، ستكون عنيفة بقدر عنف الاستعمار وترد على الاستعمار بالقوة نفسها، وكانت القصيدة يعني كأنها قنبلة تنفجر في وجه المستعبر. ولذلك نحن هنا الآن دعوت إلى أننا نعيد استنباط نظرية جديدة في الشعر انطلاقا من التجربة الجزائرية، لأن النظريات التي كتبت في أوروبا أو كتبت في المشرق أو في أفريقيا هذه تعبر عن تجارب لا تشبه التجربة الجزائرية، اللي هي تجربة متميزة واستطاعت أن تصنع إنسان جديد يغير تاريخ العالم. من المحاور التي كانت في الملتقى كان الحديث أيضا عن السينما. اليوم معي طيب العروسي، هذا الذي يشغل كرسيا في معهد العالم العربي، يتحدث عن رجل هو أب تقريبا السينما الجزائرية، هو روني فونكي. إليكم. ثورة التحرير الجزائري هي من الثورات اللي قلبت كل المعادلات في العالم، ولم تحرر فقط الشعب الجزائري بل حررت شعوب القارات الخمس، وبالتالي يعني كانت مساهمة مناضلين العالم كله مع هذه الثورة، ومن بينهم أنا سأتطرق اليوم إلى حياة ومسيرة روني فوتي، والذي اعتبر أبو السينما الجزائرية، وهو فرنسي طبعا، واكتشف ثورة التحرير الجزائرية وعاش في الجبال مع المجاهدين وقاتل بالكاميرا نتاعه. وأعتقد أن المجاهد عندما يطلق الرصاص على الفرنسي أو العميل والصورة بالنسبة لي أيضا هي ثكنة كبيرة لمساعدة ثورة التحرير الجزائري، وهذا ما قام به روني فوتي. أستاذ، بالنسبة للسينما الجزائرية وقد استمعت إلى ود العروسي يتحدث عن روني فوتي ودوره في بناء سينما جزائرية، فأبناؤه كثر اليوم في الجزائر على سنهم الكبير يعني اليوم. نعم، وهذا يعطينا كذلك أن الثورة الجزائرية لم تكن ثورة الجزائريين، كان ثورة الإنسان الحر في العالم بغض النظر عن انتمائه الجغرافي أو الديني أو اللون. نجد فرانس فانون من إفريقيا، نجد مثلا من فرنسا، لأن هؤلاء الناس رأوا في الثورة الجزائرية القيمة الإنسان المتحرر، ولذلك هو جاهد بالكاميرا، أقول جاهد بالكاميرا، والدولة الجزائرية والثورة الجزائرية استغلت هذا البعد، لأن كما تعلمون وأنتم تعملون في هذا العمل أن السمع البصري الآن تأثيره أكثر من حتى من المكتوب أو من الكتابة وغيرها، فصورة واحدة لمثلا جثة شهيد محروقة أو امرأة تبكي ابنها المتوفي أو يتيم يبكي فقدانه لأمه قد تزعزع العالم أكثر من قصيدة أو كتاب أو رواية أو منشور أو بيان سياسي. ولذلك وظفت الثورة الجزائرية هذا البعد، ووجدت رجالا خارج الجزائر آمنوا بفكرة الثورة الجزائرية، آمنوا بأنها تحرير للإنسان، يعني حتى الإنسان الفرنسي حررته الجزائر من البعد الاستعماري في ثقافته، فهو سخر هذه موهبته وكون الجيل الأول الذي لم يكن يبحث عن الفن بقدر ما كان يبحث عن النضال. الكاميرا كانت بندقية، لم تكن بحثا عن جائزة أوسكار أو جائزة كان أو غير، بل كان الذي يحمل الكاميرا يرى نفسه مثل الذي يحمل البندقية، وأنه حين يصور وحين يفضح الاستعمار وحين يوثق تلك الجرائم فهو يحارب فرنسا ويزعجها
وإلى الآن عندما نتفرج على هذه الأوثان أنا أتأكد أن الكثير من الفرنسيين سيخجلون مما فعل أباؤهم وأجدادهم في الجزائر. فتبقى هذه تؤثر وتدفع هذا الإنسان إلى أن لا يفكر في المستقبل أنه يستعمر الآخرين أو يعذبهم، لأن التاريخ لا يرحم والذاكرة أنها تبقى دائما حية وستؤرق الضمير الفرنسي إلى غاية أنه يعترف بجرائمه ويتنازل قليلا من كبريائه ليعترف أنه ارتكب في حق الجزائريين ظلم كبير. سناتور، أدركت الثورة دور السينما في إشاعة خبر الثورة وما يعانيه الجزائريون من ويلات من قبل الاستثمار الفرنسي وهذه المخططات التي كانت تريد أن تمحو الشخصية الجزائرية. حدثني عن هذا الإدراك العميق. إذن لعبت السينما دور فعال، وكما ذكرت المخرج السينمائي روني بوتي الذي درب المشاهدين في الجبال وكون خلية خاصة في الإخراج في فن السينما، يعني كانت سجلت أحداث كما قال زميلي أحداث يعني حزينة جدا، مثلا هناك الأطفال وهناك كيف في المحتشدات أو كيف مثلا كان الجرائم التي ارتكبت في حق هذا الشعب يعني سجلته بالصورة والكلمة، وكانت يعني لها يعني الأثر الكبير في نفوس المجتمع العالمي ككل، يعني الدول العالم يعني لعبت هذا الدور ووصلت بالطورة إلى الأمم المتحدة إلى الدول العالم الأخرى بفضل الثورة والكلمة وتسجيل الأحداث على في يعني الواقعية، كخاصة تلك الأفلام الوثائقية التي سجلت هذا. أنا معي مؤرخان أو باحثان في التاريخ من كل من صربيا ومن إيطاليا يتحدثان عن دور الصحفيين، دور صحفيين أجانب في الثورة التحريرية ودور تقنيين. لوزيتش غوران هو من صربيا وباحث في التاريخ، وكذلك غالي نازارينو أو غالي نازارينو أيضا باحث في التاريخ. إليكم. My topic is about the role of the Yugoslav journalists. مداخلتي عن دور الصحفيين اليوغوسلاف والمراسلين في حرب تحرير الجزائر، وحديثي عن دور ستالون بولودوفيتش الذي كان مشهورا كمصور، ودراغو بيتشر الصحفي اليوغوسلافي الشهير. Dravko Pečar, who was the famous Yugoslav journalist. Je suis ici pour parler de la révolution algérienne. أنا هنا للحديث عن الثورة الجزائرية، وأنا مسرور جدا لهذه الفرصة، لأن الثورة الجزائرية بالنسبة لإيطاليا كانت حدثا مهما. سأتحدث عن المثقف الإيطالي جيوفاني بيريلي المساند للثورة الجزائرية. إضافة إلى الطرق التي نعرفها، الأغنية، السينما، والأستاذ يتحدث عن شعر فصيح، عندنا أيضا انتبه المنظمون في هذا الملتقى إلى ركن مهم لا يتحدث عنه كثيرا، هو اللوحة المقاومة. معنا نسمع الآن طاهر ومان الفنان التشكيلي يتحدث عن كيف حاربت إضافة إلى الحاربة اللوحة جنبا إلى جنب مع البندقية، وقد ذكر عددا من الفنانين الذين ننعش ذاكرتنا إن كنا نعرفهم، وإن كنا لا نعرفهم فهو إرجاع حق لصاحبه. والله اللوحة التشكيلية استفاق من خلالها أجيال، حيث أنها وسيلة مخاطبة للأمة جميعا وللغير، وفي نفس الوقت تجسد لحظات لا تستطيع حتى الكاميرات تجسيدها، هو الإحساس التلقائي الصادق ليجي في ومضة إلهام للفنان التشكيلي بخطوط ألوان يكتشف ما لم تكتشفه الآلات الأخرى، وهذا هو الإبداع، الإحساس التلقائي الصادق. والفنان التشكيلي الجزائري لقد عبر
بويع من طرف كل الأمم كونه جسد مآثر تاريخه وصرخ بفرشاته ليوقظ العالم أجمع بالمأساة التي عاشها الشعب الجزائري إبان الاستعمار الغاشم الوحشي. فارس بوخاتم كان ويبقى وسيظل قدوة للبشرية جمعاء كونه مجاهد والتحق بميدان القتال وجرح ونجا بصعوبة من الموت وبقي يرسم ويجسد مآثر شعبه ومعاناة اللاجئين في حدود ومأساة الخط موريس. واهتم به كثيرا فرانس فانون أنذاك وانبهر به وأرشده وكان جده قدوة ليه باه يكمل مسيرته، ولقد جسد الأعمال الخالدة لمآثر شعبه. لم يرسمها بمرسمه أو بقاعة عرض أو بطلب، بل تلقائيا في الميدان. كذلك مصباحي عابد اللي كان في جبهة القتال، كذلك عبد القادر هوامل رحمه الله للجبهة نفسها انبهرت بموهبته وأرسلته إلى إيطاليا ليدرس قبل الاستقلال. ومحمد دماغ رحمه الله كذلك الشهيد للفنان التشكيلي من مدينة بسكرة، لحسن بن مالك اللي استشهد سنة 1957 وغيرهم. أستاذ اللوحة الزيتية، تصور معي أن عددا من الفنانين الجزائريين وحتى الأجانب، بيكاسو مثلاً رسموا، كلهم رسموا الثورة التحريرية واستطاعوا أن ينقلوها، الآخرون نقلوها صورة فوتوغرافية وفيلم، وكذلك من نقلها ألوانا وأضواء داخل اللوحة. نعم، نعود دائما نؤكد أن الثورة قد استغلت كل الأدوات، كل الممكنات، الأشياء الممكنة. وأنا سأركز مثلا هنا ربما المنمنمات عند محمد راسم رحمه الله. قد يعتقد الإنسان أنها مجرد لوحات تجميلية زخرفية أو غيرها، لكن عندما نتتبع محمد راسم في صورته لبرباروس ووقفة برباروس بالسيف وذلك الوقفة فيها الشموخ وكذا، هذا تذكير للجزائريين حينما تراها بأن لك مجدا ماضيا وأنك تستطيع أن تكون قوة قاهرة. عندما يصور معارك البحرية التي كان يخوضها الأسطول الجزائري وكيف انتصر على الأساطير الأوروبية المحتشدة، هذه اللوحة رغم أنها منمنمات زخرفية وكذا، ولكن فيها الرسالة السياسية. كذلك عندما يرسم التقاليد الجزائرية، مثلا الجزائريين وهم يترصدون هلال رمضان، عندما يرسم القصبة، عندما يرسم الأعراس، عندما يرسم كذا، بمعنى أن هذه الأمة لها تاريخها ولها ثقافتها، وأنها عليها أن تسترجع وتستلهم من هذا التراث القديم الشجاعة في المقاومة، البعد الثقافي، البعد الحضاري، وتنتصر. فهذه المنمنمات رغم أنها تظهر أنها فقط قطع زخرفية أو زلي، ولكنها كانت تحمل رسائل سياسية كبيرة جدا. حتى مثلا لا غالب إلا الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، هذه تكتب على حواف المنمنمات. العزة تحت السيوف مثلا، الكرامة تحت، هي قد يعتقد الفرنسي قد لا يدرك، يقول هذا مجرد خط جميل زخرفة، ولكنها زخرفة تحث على الثورة. ولذلك أسهم هؤلاء الفنانون وغيرهم، بيكاسو في جميلات الجزائر هو يرد على دولاكروا عندما رسم النساء الجزائريات في حالة ارتخاء وجمال، بينما المرأة كانت تقف، الجميلات كانوا يفجرن، كانوا يصنعن الحضارة ويغيرن التاريخ ويتحدين هذه المرأة الضعيفة، مثلا بحيرة جميلة، بحيرة وجميلة كذا. هؤلاء كنا صغيرات في السن وضعيفات في الجسد، وكنا يقفنا أمام أطغى قوة في العالم وتتحداهم بجسدها. وهنا بيكاسو عندما خلد، بمعنى أنه أدرك، لأن بيكاسو وكذلك من الذين يعتبرون الفن نضال وليس مجرد
فخفخة في البيوت أو في النوادي أو، ومن هنا استغلت هذه الرسومات ولعبت دورا أسياخا فيما بعد وغيرها يعني. وما زالت الثورة الجزائرية تلهم إلى الآن لوحات فنية، لأنها تبقى دائما رسالة للمستقبل وليس في الماضي فقط. الثورة الجزائرية هي المستقبل. الحقيقة أن الملتقى كان ثريا بمواضيع كثيرة لا نستطيع أن نصل إليها نقاشا، مسرح وغير المسرح وقتنا لا يتسع كثيرا. كيف وجدتم هذا الملتقى في هذه الطبعة الأولى وقد حضرتم أيضا لأول مرة وكانت توصيات في الملتقى؟ نعم، كيف وجدتمه؟ سنطر؟ نعم، يعني كانت محاورة ثرية جدا وفي كل المجالات، في كل الأشكال الإبداعية، حتى في مثلا كما في الرسم، في الغناء، في الحكاية الشعبية، في المسرح، في كل المجالات التي كانت يعني موجودة أو كانت لعبت دور في المقاومة، في المقاومة يعني، حتى في مثلا في السينما وحتى في الرسومات الشعبية مثلا. كان هناك مثلا كل منزل، كل كوخ توجد فيه رسومات شعبية لعلي بن أبي طالب وغيره ذلك، وبالسيف، ويعني حتى يأخذوا منه العبرة وفي الجهاد وذلك. هذه الرسومات الشعبية فضلا عن الرسومات الموجودة عند الفنانين الكبار، فنان التشكيليين مثل بيكاسو وغيره من المعدن. فإذن هذه المحاور كانت أولا كما ذكرت بالنسبة للإعلام، الصحافة، المراسل الحربي يعني، كانت هناك مراسلين كثيرين وسجلوا يعني تسجيلا لأحداث الثورة أيضا. هذا أيضا كانت مقاومة، حتى أن مثلا على مستوى المرأة وعلى مستوى الرجل وعلى مستوى المعلم، هذاك المعلم القرآن الذي كان يدرس الأطفال في القرى ولذلك كان أيضا يقاوم معهم، يعلمهم كيف مثلا يحاربوا هذا الظالم، هذا المستبد، هذا الكافر الذي جاء ليحتل بلادهم. أيضا كانت المقاومة في كل الأشكال يعني، في عبر كل الأشكال، حتى مثلا بالحكايات، مثلا الحكايات الشعبية تحكي مثلا على الأبطال مثلا الصحابة وعلى كذا وكذا، ولكن حتى الشعبي يتوعى ويأخذ العبرة من هذه الحروب التي كانت موجودة في فتوحات الإسلامية وغير ذلك. يعني أن هناك يعني كل أغلب المجالات كانت بمثابة مقاومة وتصدت للاستعمار الفرنسي طيلة احتلاله لمدة 132 سنة. عفوا أستاذ ملكية، ووقتي ضيق، كيف وجدت الملتقى في كلمتين بسرعة؟ هذا الملتقى هو سيعطي للجزائر تموقعها الثقافي. الجزائر الجديدة تتموقع دبلوماسيا اقتصاديا، نحتاج البعد الثقافي. نحن الآن سنقدم للعالم أطروحة جديدة لتحرير الإنسان، ونذكر هذه الإنسانية أن لها دين في رقبة، يعني تحمل دين قدمته للجزائر. نحن حررنا العالم، حررنا العالم، حررنا حتى الفرنسيين من الفكر الاستعماري. جميل. وهذا ما نسعى إليه، أن نتموقع كذلك في العالم الجديد، في القطبيات الجديدة، في عالم متعدد، أن يكون هناك قطب جزائري له بعده السياسي، الاقتصادي، الدبلوماسي والثقافي بكل أبعاده. يعطيك الصحة. أذكر فقط أن أستاذين هما مؤلفان أيضا. الأستاذ نطور هو روائي، رواية العارم آخر ما صدر لك، الخيانة، القبلة الأخيرة، لا لا يا من كنت حبيبي، وعندك دراسات في الأدب الشعبي. نعم. أيه، الخرافة، الحكاية الخرافية في منطقة القل، المجتمع العزابي من خلال الحكاية الشعبية، وعندنا الأغنية الشعبية في الجزائر والقيم الأخلاقية في الأمثال الشعبية. جميل. ولك أيضا قصص، أيضا أنت أيضا مبدع ودارس، والأستاذ أيضا عندك أيضا فتنة اللغة، أنت أستاذ ملكية في داخل تخصص النقد الأدبي وغيرها، عندك المصطلح النقدي في كتاب الموشح، وعندك كتب مشتركة
نفحات الوريد. الوريد نعم، هذه بعاصمة الإسلامية يعني. ومفدي زكريا في حنايا الجزائر. وعندك عمل مشترك هو خريدة القصر وجريدة العصر ودراسة وكتاب تاريخي فيه 23 مجلد وصدر في الجزائر موحدا، لأن في السابق كانت كل دولة عربية تأخذ الجزء الذي يخصها. الجزائر وحدت العالم الإسلامي كما كان في عهد صلاح الدين الأيوبي، وهذه رسالة أخرى من الجزائر أننا نوحد من أجل أن نكون أقوياء، لا مكان للضعفاء في هذا العالم. بورك فيك، إن كنا قد قصرنا أستاذ لأن الوقت ضيق، تفضل بسرعة. رواية القبلة الأخيرة هي خاصة بابنتي، كانت اسمها سليمة، 3 سنوات ونصف قبلتني ثم ماتت. فكتبت هذه الرواية ولحد الآن لا أستطيع قراءتها، يعني مؤثرة جدا وحزينة جدا، يعني قبلتني. ذهبت إلى والدتها وكانت في البيت، قلت لها أن سليمة ارتاحت، شفيت، عدت فوجدتها ميتة. فكتبت هذه الرواية القبلة الأخيرة. وأنتم مشاهدي الكرام، شكرا لكم على المتابعة، نلتقي بعد أسبوع إن شاء الله.